السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواني الاعزاء، عندنا مشكلة في الثلاجة وايت ويل. هنشوف المشكلة ايه بالظبط كده، واحدة بواحدة مع بعض ونتابعها مع بعض، ماشي؟ طبعا العميل بيشتكي ان هي مفيش تبريد موجود فيها لا فوق ولا تحت، زي ما احنا شايفين الثلاجة مفضيينها، ويفضل ان انت تفضي الثلاجة وتفتح بابها قبل ما تروح للعميل عشان ما تدربكلوش الدنيا ولا تزرزق له المكان ولا تتعب انت نفسك في المكان. خليك معايا واحدة بواحدة، اما نفك الاربع مسامير اللي قدامنا دولت ونشوفها. طبعا زي ما احنا شايفين كمية تلج كبيرة متكونة، تقريبا ممكن تكون عندنا مشكلة في السخانات، ماشي، او في سدة في الصرف. هنشوف مع بعض واحدة بواحدة ونشوف الدنيا فيها ايه مع بعض. هنفك الوش، خليك معايا، تابع معايا. طبعا زي ما احنا شايفين الوش، ماشي، بتفك المسمارين اللي موجودين دولت، وطبعا في شفاف بتاع الشيء هنا اهيت موجودة فوق اهيت، بتفكها. وبعد ما فكينا شايفين كمية التلج اللي موجودة، ماشي، طبعا هتبدأ كل التلج اللي موجود ده محتاج ان هو يتدوب. فالمفروض ان العميل كان فور التلج ده الأول، ماشي. هنجيب مية سخنة دلوقتي واحدة بواحدة كده وهنشوف، عشان نشوف المشكلة سبب تكون كمية التلج الرهيبة اللي موجودة في التلاجة الوايت ويل. وزي ما احنا شايفين المروحة متثبتة مع الوش، فما تتعفاش على الوش، وفي كمية تلج دي انا بدأت اعمل لها عملية خلخلة الاول، بحيث ان الاسلاك اللي موجودة ديت ما تنقطعش معايا وانا بفك، ماشي، تمام، وبتمشي بالراحة. وهنبدأ ندوب التلج ونبدأ نشتغل، نقيس، نشوف هل المشكلة في السخانات، سيرمو ديسكات فيها، نشوف الدايرة نظامها ايه، ونمشي معاها واحدة بواحدة. خليك طبعا دي الكارتة بتاعت التلاجة زي ما احنا شايفين، فهنشوف هل المشكلة من الكارتة، ماشي، المشكلة من السنسورات، المشكلة من السخانات. واحدة بواحدة هنشوف، هنبدأ ندور التلج ونشوف هل المشكلة سد الصرف ولا ايه المشكلة بالظبط. واحدة بواحدة هنبدأ نظبط الدنيا، ندور التلج وتابع معانا واحدة بواحدة ان شاء الله. الكارتة طبعا موجودة تحت هنا بخلاف الكريازي، ماشي. طبعا قبل ما بتشوف التلاجة بتتعامل معاها بتحاول تشوفها كارتة ولا تايمر. طبعا دي الدايرة الكهربية بتاعتها، أتمنى تكون واضحة قدامك، ماشي. فبتبص على الجهاز واحدة بواحدة وتبدأ تشوف هل هو وضعه ايه بالظبط عشان تعرف تتعامل مع الجهاز ازاي. طبعا زي ما احنا شايفين التلاجة كارتة مهياش تايمر. هنبدأ مع بعض واحدة بواحدة نشوف الدنيا فيها ايه وندوب التلج، لأن التلج كمية كبيرة فتحتاج نبدأ نكب مية سخنة ونشوف الدنيا فيها ايه. خليك معانا. ببدأ أدوب التلج بمية سخنة كده بالراحة، ماشي، وهبدأ أشوف الحوض فيه سدة في الصرف ولا لأ، ولا المشكلة في السخانات. فخليكم معايا واحدة بواحدة. طبعا زي ما احنا شايفين المية اللي احنا كبيناها بدأت تنزل معايا من هنا اهيت، ماشي. فهنفك، كب المية تاني بعد إذنك فوق، ماشي. فبالشكل ده هنحاول اول بعد التلج ما يدوب نشوف المشكلة عندنا السدة ولا السخانات ولا السنسورات ولا الكارتة، واحدة بواحدة كده مع بعض لحد نشوف الدنيا فيها ايه. خليك معايا. طبعا زي ما احنا شايفين الكويل هنا موجود اهوت، وادي السيرمو فيوز موجود، ماشي، و حاليا دوبنا التلج، تمام. هنبدأ بقى نشوف هل السخانات واصل لها كهرباء ولا لا. اطراف الدايره زي ما احنا شايفين اهيت موجوده. طبعا لو انا شديت وتعفيت عليها وانا بشد وفي سلك التلج موجود، ممكن سلك ينقطع مني، ممكن اكسر الوش، خصوصا ان الوش متثبت المروحه فيه بالشكل اللي احنا شايفينه ديت. فبدأت اعمل عمليه خلخله في الاول ضعيفه كده، ماشي، للوش، تمام. وفي مسمارين عندي هنا موجودين اتفكوا، تمام، موجودين معايا هنا عمد واحدة بواحدة. وبدأت ايه تفك الدنيا بحالها وتشوف الوضع ايه. ادي المساكن المسامير اللي احنا فكناها، تمام، والمروحة راكبة زي ما احنا شايفين في الوش. طبعا هتبدأ برضو لو لا قدر الله المروحة مش شغالة تبدأ تشوف بيانات المروحة زي ما احنا شايفين كده، مش عارف واضحة قدامك ولا لأ، اوكي. وتشوف طبعا انا شايف دي سي 14 فولت، يعني المروحة عندي دلوقتي
تيار مستمر مش تيار متغير، مش أي مروحة تركب على المروحة اللي موجودة هنا دي. أتمنى تكون بيانات المروحة واضحة قدامكم. طيب بص كده معايا كده، ماشي. دي سي 14 فولت، 28 من 100 أمبير، ماشي تمام. والموديل بتاعها موجود قدامكم اهوت. لو هغير المروحة والمروحة عطلانة يبقى هبدأ استبدلها بنفس المواصفات، لأن طبعا دي شغالة على كارتة، فمش هيحصل، مش هينفع إن أنا أغير حاجة ما تمشيش معاها. فالمروحة اللي هي ال 220 اللي بتركب في الكرياتي وبتركب في التوشيبا وفي الإيديال ما تنفعش معايا هنا بالنسبة للمروحة دي، تمام. لو ما لقيتهاش بدور عليها عن طريق التوكيل، ماشي، أو بشوف لها صرفة من حاجة استعمال أو أي شيء، وقطع الغيار موجود فيها متوفر كل شيء، ماشي. بنفك الوش وهبدأ واحدة بواحدة أشوف الصرف بتاعي مسدود ولا لأ. طبعا دي مجرة الهواء هنا موجودة اهيت زي ما احنا شايفين، ساعة ما بقفل الوش هنا اهيت، تمام، يبدأ الهواء بتاعي يتوزع على الكابينة اللي تحت. العميل كان بيقول إن مفيش تبريد خالص فوق، تبريد ضعيف بنسبة بسيطة، وتحت مفيش تبريد نهائي منعدم. فطبعا مع كميه الثلج اللي احنا شفناها ديت اكيد مفيش مش هيكون في تبريد. خليك معايا، طبعا لسه في كميه ثلج موجوده زي ما احنا شايفين اهي، ماشي. هبدا ان انا افك الثلج ده كله واشوف بعد ما ادوب الثلج هل الصرف عندي شغال ولا لا. لو الصرف مش شغال هبدا اسلك الصرف الاول، اهم شيء يبقى تسليك الصرف ده شيء ضروري جدا، حتى لو انا بغير هيتر او بغير حاجه من دي، واشوف الهيتر بتاعي سليم ولا لا. خليك معايا واحدة بواحدة. طبعا في كمية مية كبيرة برضو من الأوساخ هنا في المجاري بتاعت الهواء، ماشي، نزل تحت. هنحاول ننضفها له بالمرة ما دمنا فكينا، فكينا الوش زي ما احنا شايفين المصفى كده. وهبدأ أحط لها شوية مية من هنا ومن هنا عشان تنضف الأوساخ دي بالمرة، ماشي تمام. ماشي، فمجرد ان احنا فكينا الفتحه دي، طبعا مش حاسس انها مش واضحه معاك في التصوير، دي واحده، ماشي. المجرى اللي هي بتاعت الهواء اللي المصفى بتاعتها اهي قدامكم اهي، طبعا عشان بيضه، ماشي. فكناها وبننضف برضو الجزء ده بالمره عشان تبقى عمليه تنظيف كامله للعميل، ماشي. خليك معايا كده لما اشوف الصرف ورا. بدأت المية تنزل اهيت، الصرف شايفين المية نازلة اهيت، ماشي. ومعايا كده ان احنا سلكنا الصرف بتاعها، الصرف كده حاليا سالك معايا اهوت. وهبدأ اشوف الدايرة عندي فيها ايه، حساسات بتاعتي، السيرمو فيوز، السخانات، واحدة بواحدة هنتابع مع بعض. الحوض زي ما احنا شايفين اتملى ميات، المية بتنزل بكميات بغزارة اهيت، ماشي. وزي ما قلنا الكارتة هنا موجودة تحت اهي، تمام. وهنشوف دنيتها فيها ايه الاخرى. طبعا التلاجة حاليا دلوقتي انا فاصلها من الكهرباء، ماشي. خليك معايا، ادي الكارتة بتاعتها هنا بوضوح اهيت، ادي المحول، ماشي، ادي الفيوز، ماشي، وادي مجموعة الرلات بتاعتها، وادي حساس السنسور، الجاك بتاع السنسورات من سنسور، ماشي، وادي الجاكات بتاعتها. طبعا لو في اي مشكلة عندي في الكارتة بستبدلها بالكارتة الاصلية بتاعت الجهاز، ماشي. ما لقيتش الكارتة الأصلية ولقيت مشاكلها كتيرة، بضطر أعمل لها عملية تعديل وأحولها من كارتة لتايمر. وطبعا الموضوع ده محتاج احترافية كبيرة، يعني مش أي حد يدخل يعدل تلاجة إلا إذا كان على ثقة كاملة بكل ما فيها وكل دايرة فيها، تمام. هنشوف دلوقتي مع بعض، هنسيب الكارتة دلوقتي وندخل نشوف الكويل بتاع المبخر والدنيا فيها إيه فوق. وزي ما قلنا الصرف كده الحوض اتملى كله اهوت، ماشي. هنفضي الحوض ونبدأ نركبه تاني ونشوف الدنيا، الصرف كده سالك اطمنا عليه، نشوف السخانات بتاعتنا ونشوف الدنيا فيها ايه. خليك معايا. طبعا هبدأ افك الكويل بتاعي زي ما احنا شايفين، الكويل نظامه مختلف برضو عن طريق عن بتاع التوشيبا والكريازي، ليه تجويفات معينة بيركب فيها اهيت، شايفينها كده بالراحة، تقريبا برضو كان معمول لها صيانة قبل كده وحد مجمعهم مع بعض او تجميع الشركة، مش مشكلة. هنشوف الدنيا فيها ايه، بنفك بنسلك ده كده بالراحة، وباجي على الجنب التاني برضه وابدأ اسلك الكويل بتاعي بالهداوة كده واحدة بواحدة، تمام. لسه في تلج موجود،
زي ما احنا شايفين اهو. ماشي، هحاول برضو ادوب التلج ده كمان عشان ما يعجزش معايا، وابدأ انزل السخان اشوف وضعه ايه. خليك معايا دقيقة واحدة كده على ما نبدأ نفور الكيل ونفور بقية التلج. ثانية، تمام، دقيقة واحدة. ايوه، ثواني. الهيتر بتاع السخان مع السلك بتاعه اهوت. ماشي، تمام، مركب ملف لفه مع الكويل بتاع المبخر، فمضيق المسافة. ولسه في كمية تلج موجودة، هدوبها ونفك ونشوف الدنيا مع بعض في ايه. طبعا الهيتر 99.9% بل 100% هيكون ضارب، فهنشوف مع بعض. خليك معايا دقيقة واحدة على ما افك الكويل. طبعا دلوقتي انا فكيت الكويل اهوت زي ما احنا شايفين. طبعا شايف هنا في ماسورة الراجع، ماشي، وادي خزان المجمع السحب، وادي الكابيلاري بتاعي. اما اجي افك الكويل ما افكوش على الناحية الشمال عشان ما اكسرش دولت، هاجي لنفس الناحية اللي فيها الماسورة بتاعت الكويل واسحب كده بالشكل ده. طبعا الكويل المفروض السلك بتاع الهيتر يكون فيه مساحه شويه بحيث ان انا ممكن افك الكويل بدون ما اجي امد الهيتر لو الهيتر سليم. طبعا زي ما احنا شايفين الهيتر طلع في ايدي اهوت مكسور، شايفينه؟ واضح معاك في الصوره؟ ايوه ماشي. وادي كميه الثلج اللي كانت موجوده، الجزء ده خلاص كده تمام، وهنضف باقي الثلج الموجود. طبعا 99% هتوجد عندي كميه من الازاز. ادي الهيتر كله طلع زي ما احنا شايفين بتاع الوايت ويل اهوت، الازاز مكسور اهو شايفينه، والهيتر مقطوع. يبقى حاليا دلوقتي هيلزمني الهيتر يركب. ماشي، خليك معايا دقيقة واحدة، انا هبدأ في الازاز اللي مكسور جوه ده. قرب شوية محمود، هنا شايف الازاز اللي بيطلع معايا. ما ينفعش اركب الهيتر الجديد وبدون ما انضف الحوض بتاع الصرف بتاع الهيتر، لازم كل الازاز ده يتلم ويطلع. شايفينه اهو، ماشي، واضح قدامكم. واطمن ان الصرف سالك، لان ممكن يكون في حته ازازه من دلوقتي وقعت في فتحه الصرف فتعمل لي مشاكل تانية. وطبعا الناس دلوقتي ما عادتش مستحمله، يعني ورقه زي دي ممكن تسد لي الصرف وتعمل لي مشكله. تمام، خليك معايا دقيقة واحدة كده بقى. طبعا سدلنا الهيتر بهيتر آخر، ماشي، هنثبت الهيتر وبعد كده نرجع الدنيا كلها كما كانت. خليك معايا دقيقة واحدة كده. الف الكويل بتاعي بالراحه كده، واسحب ده كده بالراحه زي ما احنا شايفين كده. مختلف عن الكويل بتاع
الترياز والكوشين لازم يبات في النجرة بتاعته بشكل جيد. لو ما باتش كويس هيبدأ يزهقك في التقفيل بتاعك. تمام، دي واحدة كده هنمرر ده من هنا. تمام، زي ما احنا شايفين كده لازم يبات في النجرة بتاعته بشكل جيد. وهنا برضو بنفس الطريقة. كويس كده سنه صغيره كده بالراحه. تمام، وطبعا اثناء وصلات اللحام بتاعتك تحاول بقدر الامكان تبعدها عن مكان التلج. انا ترفعها فوق كده مثلا في جنب كده. ممكن نلفها كده ماشي، ولفها مع الماسوره ديت بكليبس او ببلاستر. تمام، بحيث ان يبقى في مساحه لو تكون في يوم من الايام ثلج ولا حاجه ديت تبقى بعيده عن وصله اللحام اللي بتعملها. تمام، مجرد متعلق على مسمار واحد ولفها هنا بكليبس ولا بشكرتون على ماسوره الراجع مفيش مشكله. معايا يا رجاله؟ تمام كده؟ طيب خليك معايا دقيقة واحدة. السلك اللي فيه لحام عندي هحاول ارفعه عند مكان المسامير هنا فوق المسامير. ماشي اهو زي ما احنا شايفين اهو، وهي جاي مقفل الدايرة بتاعتي. وقبل ما اقفل في مجموعة الاسلاك دي كده مع بعض كده بالراحة اطلعهم هنا. كانوا موجودين هنا عمال في نفس الوضع كده هم. تمام، وهلبسهم مكانهم. تمام، واكد ان السلك بتاعي اللي هو بتاع الهيتر اللي انا موصله مرتاح اهوت عند المسمارين بالشكل ده. قفلت الدنيا بتاعتي كده كلها. تمام التمام، المسمارين اللي كانوا موجودين هنا عمر اللي احنا كنا فاكينهم هتقفلهم برضو. دي واحدة المسامير فين كده محطوط، خليك معايا. وضمنت ان المروحة تحت ما فيش اي احتكاك بينها وبين اي سلك من الاسلاك اللي احنا ركبناها. طبعا هشغل الدايره، ده العطل الواضح اللي كان موجود قدامي دلوقتي اللي هو الهيتر. والعميل بعد كده هيشوف يتابع الدنيا، ولو في اي مشكله تانية ظاهره هنبدا نشوفها ونعملها مع بعض كده. هقفل الوش التاني الوش التاني شويه. مش ماشي، ببدا اقفل المسامير بتاعتي كده كلها. واشغل الجهاز. طبعا يفترض ليك ان انت معلش يعني عفوا تجرب المروحه قبل ما تقفل الوش ده تشوفها شغاله ولا لا، بس ان شاء الله هي شغاله عشان بس التوضيح بس ليكم. المصمار الرابع دلوقتي ايه هنقفله اللي هو ده. ماشي، خليك معايا فين الريشه الثانيه.
طبعا دي بتركب نظام شفافيات، ادي شفافيات وادي شفاف تانية اهيت، هتركب وكبس هتركبها برضه بنفس الطريقة كده بالراحة. طبعا دي بتحمي من نزول اي اوساخ او اي حاجة موجودة، مفيش فن يروح يفكها وما يركبهاش تاني. اوكي طبعا شايفين ان الوش ده متفك كده متشرخ من هنا اهوت تقريبا مع اللي كان بيفكه قبل كده او مع طول فترة الاستخدام الله اعلم، ماشي فمالناش علاقة بيه. هنقفل كده كده وهنبدأ نجرب الدايرة بتاعتنا ونشغلها. لحظة معايا خليك معايا. شغل. هقفل الكارتة بتاعت تاني. اهيت. تمام. وبرجع ارجعها مكانها. في عندي هنا كام مسمار اهو مديها واحدة. وادي المسمار التاني وفيها ثلاث مسامير لقينا فيها اثنين، مش مشكلة. واشغل واجرب قبل ما اطلع من عند العميل واشوف الدنيا فيها. خليك معايا نجرب الدايرة. كده شغلنا الدايرة ماشي. هنقفل بقى الجهاز ونشوف التبريد بتاعها ونشوف الوضع بتاعها ايه واحدة واحدة مع بعض ماشي. وأتمنى أن نكون وصلنا معانا إلى فيه خير لنا ولكم ولرسول محمد عليه الصلاة والسلام.